لقاءات مكثفة بدأ بها المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث برنامج عمله في أحد أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً بين أطرافه وامتداداته المحلية والإقليمية. بدايات من حيث بدأ المبعوثون السابقون، ولا جديد في الرؤية ولا اشتراطات سابقة ولا حتى خطة واضحة المعالم. لقد أحط مجلس الأمن بأخبار سارة عموماً حول عملية الانتقال السياسي في اليمن. أكثر من 5 سنوات مضت على بدء مبعوثي الأمم المتحدة العمل في الملف اليمني، ولا انفراجة حدثت ولا خبرات تراكمت، حيث يكرر كل مبعوث خطوات سابقة ويمضي عليها ويصل في نهاية فترته لتشخيص لا يلتفت إليه من يليه. يواجه المبعوث الأممي تباينات حادة حتى في صفوف الحلفاء وممثلي كل طرف. الجديد هذه المرة هو انفراط تحالف الإنقلابيين وظهور ميليشيا الحوثي كممثل وحيد في مقابل تقاسم حصة الطرف الممثل للحكومة الشرعية إلى أكثر من 4 أطراف. فإلى جانب الحكومة هناك الأحزاب المؤيدة لها، وهناك المجلس الانتقالي الذي تدعمه أبو ظبي، وهناك ما تبقى من حزب المؤتمر جناح المخلوع الذي قرر الانضمام للتحالف وليس للشرعية. بعد أكثر من 3 سنوات على بدء أولى جولات الحوار، ما زال الحديث يدور حول إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف، وهو ما يؤكد صفرية نتائج المبعوث الأممي السابق وجهوده. وعلى الرغم من كافة المعطيات السلبية على الأرض، تصر الأمم المتحدة على عقد جولة مفاوضات الشهر المقبل في النرويج، لكن هذه المرة عبر طاولة أوسع تشمل أطراف الأزمة اليمنية وأطرافا إقليمية من قيادة دول التحالف المساندة للحكومة الشرعية. خطوة في حال تمت بهذه الطريقة فإنها تعني خروج الموضوع من يد الحكومة الشرعية واعتبارها لاعبا ثانويا في المفاوضات التي تحاول الأطراف الدولية جر السعودية لتصبح طرفا فيها، وهو ما قد يعني المزيد من التدويل للأزمة اليمنية ونقل الصراع لمربعات أكثر تعقيدا. دخول الاتحاد الأوروبي على خط المفاوضات بعد فشل التدخلات الأمريكية في الوصول لتسوية سياسية، على الرغم من الوعود والتنازلات التي قدمها وزير الخارجية الأمريكية الأسبق خلال لقائه وفد ميليشيا الحوثي في مسقط. الزيارة التي قام بها 3 سفراء أوروبيين إلى صنعاء منتصف الأسبوع الجاري تعبير عن دعم جهود المبعوث البريطاني، تأتي اتساقاً مع المواقف الأوروبية الباحثة عن موطئ قدم في اليمن ولعب دور إقليمي والحصول على نصيب من الكعكة الخليجية التي استأثرت أمريكا بجزء كبير منها.